سنوات دراستها كانت الدكتورة منى عبيد العيان مولعة بعلم الجراحة والتطبيب، التخصص الذي يغلب عليه الرجال، لكنها خطت لنفسها مجالا لخدمة بنات جنسها، فالتحقت بأول برنامج وطني للزمالة على مستوى الدولة في جراحة أورام الثدي المعتمد من جامعة الإمارات، لتصبح معها أول خريجة بامتياز. وعلى مدى 16 عاما حصلت العيان على 3 مؤهلات علمية في هذا التخصص، لتصبح طبيبة للأورام السرطانية واستشارية لجراحة الثدي، تلك المهنة التي تمارسها حتى اليوم بالرغم من شغلها لمنصب المدير العام لمستشفى صقر برأس الخيمة. انضمامي لمستشفى صقر كطبيبة مختصة كان في عام 2014، حيث بدأت قصة نجاحي بدعم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية باستحداث عيادة الثدي التخصصية، اللي كانت اللبنة الأولى لوحدة العناية بالثدي لتكون الأولى على مستوى الإمارات الشمالية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. وهذه الوحدة كانت تدار من قبل مختصين أكفاء، وهي مبنية على الممارسات العالمية المعتمدة ومجهزة بأحدث الأجهزة، أهمها كان إدخال تقنية الذكاء الاصطناعي في قراءة الماموغرام، وهذه الأولى على المستوى الإقليمي، وكان يدور في العديد من المشاريع التحسينية والتطويرية سواء على مستوى المستشفى أو المؤسسة. طوال مسيرتها العملية حصدت العيان جوائز عدة، لكن أثمن تلك الجوائز وأغلاها على قلبها نيلها هذا العام جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة وسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل طبيبة في الإمارات، لتثبت معها أن المرأة الإماراتية قادرة على التميز والتوازن في حياتها. فأنا بنت الإمارات أؤمن أن الثقة والمسؤولية هي سبب للتوازن في حياتنا، فنحن بنات زايد مناضلات للنجاح والتميز، ولكن كل بطريقته الخاصة. حياتنا الشخصية هي دافع لحياتنا المهنية، وهذا ما نراه في وقتنا الحالي. فكل امرأة إماراتية ناجحة تولي نجاحها دائما لذويها، سواء كان أب أو أم أو زوج أو أبناء أو أشقاء. تقدم الدكتورة منى وفريق عملها منذ أعوام التوعية اللازمة بأهمية الفحص المبكر ودورا علاجيا وإنسانيا مع مرضاها، وهي جهود ساهمت كذلك في حصولها على لقب أول طبيبة للسعادة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. نموذج يمثل جانبا من إنجازات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، لتؤكد اليوم مساهمتها الفاعلة في مسيرة التنمية وبناء الوطن. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، أحمد الطنيجي، رأس الخيمة.